السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ايم في فيديو جديد اليوم. حيث اليوم سوف نلعب GTA San Andreas، ولكن سوف نجرب مود شوتجن رايدر، هو مود غريب. وكما تسمعون صوت الخارجي قوي، فهذا المايك الذي اشتريته يطلق الصوت اكثر. بعد الانتهاء من الاطفال سوف نعود ونختار قائمة هنا. انتظروا، ان اعتقد هذا نعم، كما ترون هو رايدر في يد سي جي، وهو يقوم بحركة غير لائقة لا يعرفه الا الكبار فقط. وسوف نختار، انا لا اسمع صوت المود. بعد التعديل سوف اقوم نعم، وكما تسمعون انه يقول رايدر نيجا. انتظروا سوف اختار مكان، مثلا هذا الجدار، لا ليس هذا بل هذا افضل في الضوء. وسوف اتحول، وهو سيجي بحلة جديدة سوف يدمر المدينة وحتى اصدقاء وكل شيء بالسلاح. كما ترون هذه العاهرة لقد قمنا بقتلها، ولقد اسقطت المال. انتم تعرفون كيف تحضر المال. الذي لم يفهم بروك حسنات سوف اقوم بقتله. هذا الفقير لم يسقط المال. سوف اضرب هذا، انزلق الايم، ضربت الدرج سوف اضرب هذا. انهم عصابات هنا يضربون، ادمرهم رغم انه من عصابتي. ستفجر المركبة، يجب ان نبتعد. الان سوف نتحرك، لان هذا السائق هنا سوف اضرب ويتحرك. لم يتحرك، فأضر مرة أخرى. لقد انكسر الزجاج مثل الفيسيسي. سوف أفجر المركبة. لقد خرج هو عن البوت. سوف أقفز هكذا وفجرت المركبة. سوف أدمر هذا أيضا، سوف ندمر هذا أيضا. هناك شاحنة سوف أقوم بضربه. هيتشوت، هناك لدينا نجمة يا شباب. ماذا سوف تفعل الشرطة بعد هذا؟ لدينا بلاص، سوف نضرب كذا. هذا لا، صراحة لا أريد استخدام السلع لأن حلقة اليوم حول سلع آخر. هذا يضرب، لدينا بلاص. وين هارب؟ وين يضرب؟ يضرب. صراحة أكره هذا الإيم بدون السكوب أو الضغطة على اليمين. المهم هناك عاهرة أخرى وسوف نقوم بتدميرها. ولدينا بعض الصحرون سوف أقوم بتدميرهم إلى الأبد. موتوا موتوا. وهذا كارب إنه يمشي كأنه لم يهد شيء. موت موت موت. وين هارب؟ موت هارب الدارك. موت هكاك بعد. لدينا سيارة سوف نذهب إليها. التدمير، دمرنا الغاز. أتت الشرطة عندنا ثلاث نجوم، وهنا الهليكوبتر. سوف أجرب تدميرها بهذا السلاح وأقوم بالضرب. سوف أقترب، المهم. هل سوف انتظروا. لقد سقطنا الهليكوبتر، إنها صعبة جدا يا شباب. ووصلنا أربع نجوم. سوف يا شباب بلاص الشرطة ودمونا القليل. سوف أقوم بالبيع التعبئة على ما أعتقد الغش، ولكن هذا غش. ما ترون، وقمنا بالتعبئة. سوف ندمرهم تدميرا كبيرا جدا 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 وقويا لا نهائي. موتوا، هناك شرطة في كل مكان ومعهم بلاص. علينا هذا الشرطة بلاص، اعتقد انه شرطة. هناك الشرطة، اعتقد انه سوف يضربنا مثل الفاي سي سي. هم يكونون صعاب. انا يطلق علينا النار. سوف نهرب. موت ايها الغبي. هنا نزل هذا ايضا.
هما سهلين سهل. بعدين هليكوبتر اخبار، هليكوبتر اخبار، هليكوبتر. اوه بابا 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 بابا. اوه المرة الثانية التوالي سوف تدمر الارض. لقد اتت الشرع للضيطو الذين سوف اموت يا شباب. لا للاسف الشديد لقد متنا. سوف اقوم بضغط اوه كما ترون هذا الجليتش لكي لا اقوم بالانتظار مطولا. كانت هذه حلقة اليوم، لا تنسوا الاشتراك في قناة، تختار زر اللايك والجرس. كان معكم ايمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.